انا بس عايز اقول لك ايه، يعني لما قلنا ان احنا غرب النيل او غرب القاهره اللي هو متمثل في محافظه الجيزه لازم نخلي نحرر الحركه فيه بشكل ما يقلش عن اللي احنا عملناه في شرق القاهره، شرق القاهره، ويبقى بالتالي كده مدينه القاهره دكتور مصطفى سواء كان شرقها او غربها، غرب النيل انا بتكلم دايما من بنوصف نفسنا من نهر النيل يعني، يبقى كده احنا عملنا على الاقل الحركه الرئيسيه. لكن يبقى وده تحدي بالنسبه لنا الحقيقه، انك انت مثلا يعني موضوع زي محور كرداسه او اسف منطقه كرداسه دي، واخد بالك، انت بتتكلم في عدد سكان كبير قوي. طب انت حليت له المساله على محور رئيسي سواء كان عرضي او طولي حوالين المدينه حوالين الحي يعني، لكن تفتكر يا ايهاب هنا ايه اللي ممكن نعمله على الاقل محور رئيسي او اتنين، واحد يعني طولي وعرضي ياخد الحي ده ويخلي فيه حركه ويبقى فيه ميدان وكلام من هذا القبيل. انا عارف ان حجم المساكن اللي موجود في الاحياء دي زي يعني كرداسه وناهيه وبولاء هي طرق بسيطة يمكن حارة وحارة أو حارتين وحارتين، لكن في النهاية أنت حليت أو إحنا حلينا الموضوع حوالين الجيزة وعبرها، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لكن أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بولاق ده يتحرك بشكل كويس، اللي في كرداس، أصل إحنا اللي إحنا بنعمله ده ما هو مش هدفه بس ان هو يتحرك كويس، لكن كمان يحس ان هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتلة دي الفاصل بين البيت والبيت مثلا 5 6 متر ولا 10 متر ولا حتى 20. فاحنا الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة، نشوف المحاور اللي موجودة بالفعل جوه الأحياء ديت، ونبتدي نشوف احنا هل ممكن نوسعها ولا لا. انا بقول الكلام ده وبسمع الناس ليه؟ لان طبعا احنا عشان نعمل ده هنضطر ان احنا نعمل بعض الازالات يا دكتور مصطفى. وبس وانا بقول برضو كلام ده مبدا عام الدوله حطته على نفسها في ان هي اي ازالات بتتعمل لصالح النفع العام الدوله بتعوض الناس. فانا بس عايز اقول ان احنا رغم ان الخطه اللي انت عاملها طموحه ودي هتخلص المفروض السنه دي ان شاء الله يا فندم كله حتى الثلاثه المستقبلين دول ان شاء الله، مش كده؟ ان شاء الله. طيب داخلين في العام ده يا فندم. طيب هنشوف بس الباقي ده هل ممكن برضو نبقى طموحين ونخلصه السنه دي، في احنا في اول السنه يعني احنا في شهر اثنين ولا ثلاثه حتى. تمام ماشي تمام. طيب اتفضل. احنا نستنى سيادتك، احنا ندرس زي ما سيادتك امرت مع السيد المحافظ وهم في تعاون شديد جدا طبعا، ويمكن انا هعرض على سيادتك كمان الاهالي عملوا ايه في موضوع التعويضات في اللوحه اللي بعد كده. ان شاء الله ده هندرسه ويتعرض يا فندم ونصدق بيه. انا بس يا فندم لفت نظري الحجم التكلفه الكبير جدا اللي بتتكلفه الدوله عشان الانشاء. احنا بنتكلف المشاريع دي سيادتك ال 14 مشروع متكلفين 40 مليار جنيه. طب يا فندم لما نيجي نحسب بقى التعويضات اللي خدها المستاجرين الشقق وكمان التعويض الملاك الاصليين للشقق وصلت سيادتك ل 15 مليار جنيه. يبقى المشروع بدل ما كان بيخلص ب 40 مليار احنا النهارده بنخلصه ب 15 مليار. هو في يا فندم تعليمات وتوجيهات ان ما فيش حد هناخد منه شقه او قطعه ارض او للمنفعه العامه الا ما بيعوض. احنا بالفعل يا فندم في جزء كبير من التعويضات دي فعلا اتسلمت للاهالي، ويمكن الروح الطيبه اللي موجوده في الجيزه وسياده المحافظ مع الاهالي معظم المبالغ دي احنا لسه ما اديناهاش للاهالي، وتطوعا منهم يا فندم ان هم سلمونا الارض وسلمونا المنشات عشان نبدا نشتغل لما عرفوا ان دي مشروعات قوميه وهتساعدهم على الحركه وهتنمي المنطقه. وبالفعل احنا معظم المشاريع دي احنا بادئين فيها، وانا اعتقد ان في خلال الفتره اللي جايه دي سيادتك هيطلع التصديق بالتكلفه الماليه عشان الناس دي تتعوض ان شاء الله رب العالمين. طبعا مبلغ كبير جدا يا فندم، ويمكن يعني احب انوه برضه يا فندم على التكلفه الماليه بتاعه التعويضات. احنا بالتنسيق مع السيد وزير النقل
لقينا ان وزاره النقل عايزه 32 مليار للطريق الدايري والروافد بتاعته 32 مليار، وهنا 15 مليار، واللي احنا عملنا له ازالات في محافظه القاهره ب 28 مليار.